عبادي عليه ربي يوم ودليل والنفيس الحاكم في نائرة لده كما يسار وجاد الله يوم وسميع الوالدين وسيوخ قوما قد وللوا وزل الإسلام يوم وكلنا ربي في كل الأمور فمن يكن كذلك يا فريسر يا الله صلي صلاة بها ربي يعلمنا بحوله ربنا يا الله يا الله صلي صلاة وتسليما زرع ترى على الحبيب وآل الهب زيارة قصيدتنا وسيلة للمنى يا الله يا الله أعوذ بالله من خوف الأنام ومن فتنة الأنام نفسها من رزق يا الله وردني بالخطا ربي مصبرني على بلائك يا رحمن يا الله موسعني شكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك يا رحمن يا الله 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 لتقصي الناسنا عليك أنت كرمان ربي على النصيحة أسنيت يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الدين أو في الدين يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة أدبنا كذاك عندما مات حسبي يا الله وعند مسألتي في الحبر زفرت لما اعترضت ذنوبا حسبي يا الله وعندما نصبت ميزان معدلة نجو نبي الهدى قل حسبي يا الله الله حسبي يا الله منذ السيرات على متن جهنم مات حسبي يا الله الله حسبي يا الله ربا سواه له توكلي وإياك حسبي يا الله يا ربي سل على المطاعم المنائم في حقه قلتها قد حسبي المعاني وصورة الإخلاص في تمديدي وفى زمان ما تمها توحيدي ومن دعا بزي على اليقين يجب بما رغم من المكين مجيب يا مجيب يا مجيب قبل دعاء وجل قريب نسألك تسليم بالخدائي وسبر وردة لدى البلاء بالمصطفى صافي كل الخلق صبت إلهي من تقي بالحق أسكى صلاة الله والتسليم على الذي بشر بتسليمي وآله وصحبه خرائي وتابعين ثم أوليائي يا ربنا يا مالك الكونين فينا إله شرف دارين إليك فواتي يا نبي البرية برحمتك يا حي يا قيوم يا الله ويا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توكلنا بخير بريه ويا حي يا وسافئوا بنا